هذه أعتبرها أنا ربما من أهم الشرائح في العرض. طبعا مراحل التدريب بإذن الواحد الأحد بتكون جدا واضحة وسهلة. المرحلة الأولى هو التدريب الأولي بالمحاكاة، يعني هو اختصار لما ذكرناه قبل قليل لكن بشكل أوضح. التدريب الأولي بالمحاكاة سواء بالمنقوطة، بالأدوات، بالاستراتيجيات، بالوسائل. رقم اثنين هو التدريب الجزئي، نعطيه مثل الشريحة الثانية، احنا نعطيه جزء منها بالمحاكاة وجزء منها مستقل، يد الطالب يكتب، لأن هذا شيء له أثر نفسي عليه، احنا ما نعطيه مستقل مباشرة، لأنه بيعتقد نوعا ما أنه هو صعب، تجارب الفشل تراكمها عليه، كل هذا بيأثر عليه تأثيرا سلبيا. ثلاثة، التدريب المستقل، أن احنا نجعل الطالب يتدرب تدريبا مستقلا، مرة ما في يكتب الطالب لوحده. أربعة، التقييم المستقل، أن الطالب يقيم ويختبر الطالب في هذه المهارة تقييمه مستقلا، أن يكتب الطالب هذا الشيء لوحده بدون محاكاة بدون مساعدة. الآن نتكلم عن تكليف صفي واجب بعد التقييم. الآن احنا قيمنا وثبتنا المهارة، طبعا وهذه من اكثر المشاكل ان الطلاب يقولون عفوا الاسر والمختصين يقولون دائما الطالب ذو صعوبات علم يفقد مهاراته، صحيح هذه من مظاهرهم لكن احنا علينا ان نثبتها قدر المستطاع بجميع الاسلوب بجميع عفوا الاساليب اللي عندنا. بعد ما نعطيه التكليف الصفي، تكليف صفي يكون مختلف عن التقييم السابق عن التدريب، لا كلمات جديده، نموذج جديد مختلف، طبيعي ان كلنا كمعلمين يكون احنا عندنا داتا كامله فيها، مثلا لو تكلم عن ان يكتب الطالب ثلاثة احرف يكون عندي عليها 50 40 30 نموذج، فدائما اكون نماذجي جاهزة عشان اقدر ادرب الطالب بالشكل اللي انا ابغاه، حتى لو فشل مع نموذج استخدم الاخر. بعد كذا لما استخدم نموذج مختلف اعطي الطالب تكليف منزلي مماثل للتكليف الصفي، وهذا دائما الناس يقولون ليش؟ طيب اول شيء اضمن بان الطالب لا يذكر لي يقول والله التكليف ما انا ما قد جربته من قبل كان صعب علي، لا احنا حليناه في الفصل وحليناه مع بعض وانا ساعدتك وشفت التكليف هذا معك وحليناه سوا، طبيعي انك انت تقدر تحله في البيت، حتى الطالب يكون لديه يعني رغبه واندفاعيه بانه يحل التكليف هذا لانه يستطيع انه يحله لانه جربه سابقا. فهذه فكره التكليف المنزلي المماثل للتكليف الصفي بعد التقييم. ان شاء الله واضحه النقطه هذه؟ اذا واضحه استمر ولا؟ تمام. طبعا توزيع جدول الطالب، طبعا كثير من المعلمين والمعلمات يعطي طيب ايش هي طريقه التقييم؟ التقييم طبعا هو عندك تقييم المهاره، اذا مثلا قلنا الطالب ان يكتب الطالب ثلاثه احرف، طبعا انت مر علينا استفسار تو قال وش معنى الكتابه؟ وش معنى الاملاء؟ وش الفرق؟ وهل جميع هالخطوات هذه بنفس الحصه؟ هنا يختلف على تقييم الاخصائي، طبعا احنا بناخذ السؤال الثاني برجع اسال الاول، السؤال الثاني يقول هل الخطوات هذه بنفس الحصه؟ يختلف على حسب الحاله، على حسب المهاره، على حسب درجه الصعوبه اللي عند الطالب، على حسب درجه صعوبه المهاره. طبعا هذه كلها كالمختصين والممارسين يعرفون انا اتكلم عن ايش بالضبط، لانه يختلف، قد يجيني طالب عنده صعوبات تعلم كتابيه تكون جدا بسيطه، وقد تاتينا حالات يقول لا يبغى لها مجهود اكثر، يبغى لها اعداد اكثر، يبغى لها حصص اكثر وترتيبات اكثر. طبعا طريقه التقييم يحددها المعلم او الاخصائي، لانه يعرف هو درب الطالب على ايش، ويعرف هو بيقيمه على ايش، ويعرف الطالب كيف انه تجاوز، لان ربما طريقه تقييمي انا غير طريقة تقييم فلان على حسب الهدف المحطوط، على حسب طريقة تعليم الطالب، على حسب الخطة التربوية الفردية ككل. طبعا توزيع جدول الطالب، طبعا عندنا حصة علاجية تعليمية كمهارة جديدة، مثلا أنا أعلم الطالب أن يكتب كلمة من حرفين، حتى وإن أتقن الطالب هذه المهارة الحد الأدنى أنك تعطيه حصة إضافية للتدرب على المهارة. نعم الكتابة دائما نركز على الكتابة صحيحة، صحيح الحين هذا كله احنا بنتكلم عنه، هذا من الاشياء يقول لك انه الخط دائما يكون خط جدا سيء، وهذا من الاشياء التي تحرم كثير من الطلاب درجات كثيره في الاختبارات النهائيه والصفيه والواجبات والكتابه داخل الكتاب من درجات بسبب سوء الخط، يقول المعلم يقول انا ماني قادر اقرا، طب انا احط له صح على ايش؟ مع ان الطالب لو نقول له انت كتبت كذا كذا يقول نعم انا كتبت كذا كذا، فنجد اجابته صحيحه لكن خطه ما ساعدت. فعشان كذا احنا نقول عن تقديم حصة علاجية تعليمية لمهارة جديدة، الحد الأدنى هو أنك تقدم له حصة إضافية للتدريب عليها، ولو أتقن المهارة، لتجويد هذه المهارة ولنوعا ما تقليل نسبة فقدان هذه المهارة وتحسينها. طبعا
خذ وقت كافي في جميع المراحل، سواء في التدريب المستقل، في التقييم، في التدريب الجزئي، في المحاكاة، جميعك خذ فيها وقتك ولا تستعجل، لأن الانطلاقة في هذه المراحل والاستعجال فيها يسبب لنا فشل كبير في البرنامج التربوي الفردي فيما بعد. طبعا تعليمات أثناء تنفيذ الخطة العلاجية في مراحل التدريب الكتابي، بلا شك نحن بعد ما نعلم الطلاب عن الكلمات الحرفين والثلاثة أحرف والأربعة أحرف، طبيعي أن إحنا بنواجه المهارات الأساسية، وهذه هنا معضلة الطلاب ذوي صعوبات التعلم، ونضع دائما كلنا جميعا ندخل تحت الضغط تحت هذه المهارات. طبعا إذا توافقوني صحيح احنا دائما ننطلق من السهل الى الصعب ومن البسيط الى المركب. طبعا احنا بنتكلم بعد ما ندرب على حرفين، ثلاثة احرف، اربعة احرف، نتكلم عن الشدة، عن اسماء الاشارة، عن الاسماء الموصولة، على الف المقصورة، لابد على المعلم عدم تجاوز هذه المهارات الاساسية والاكتفاء فقط بكتابة كلمات مثلا عامة كنصوص، لا، لازم الطالب يعرف حروف المد وكيفية كتابتها وآلية الكتابة ووضوحها، أيضا من الآلة الشمسية والآلة القمرية، لأن كل هذا راح يساعده فيما بعد على مهارات مستقبلية بنتكلم عنها الآن. طبعا طبيعي جدا أن الطالب قد يعني لا ينجح في بعض هذه المهارات مع التدرب عليها باستمرار، ومع كذا يعني يقول لا، المعلم يقول أنا ما في نتيجة، وتجي الأسرة تقول والله ما فعلا ما وجدنا نتيجة، والطالب يقول لا فيه مشكلة. طبيعي جدا، طبيعي، وهذا من يعني الأساس، يعني لو كان الطالب يتقنها من أول مرة كان احنا أصلا غير موجودين، تخصصنا هذا لم يكن له وجود أساسا. طيب وش الحل؟ الحل تعثر الطالب في هدف معين، الطبيعي أني أنا أقوم بتحويل الممارسات والأدوات، يمكن عندي مشكلة في الممارسة اللي معي، يمكن طريقة تعليمي له ما جت على طريقة قناته التعليمية، لازم أنا أغير، أشوف الممارسات اللي أنا استخدمتها معها، أرجع لدراسة الحالة، أرجع لاحتياجات الطالب، أرجع أشوف المشكلة، أكيد في مشكلة معينة لازم أرجع لها. طبعاً أغير الأدوات، ربما عندي مشكلة في الأدوات، نفس الأداة هذه الطالب ربما ما تفاعل معها، ما استجاب لها، الطالب ما حب هذه الأداة. اثنين، التخفيف من مستوى صعوبة الهدف، يعني صعوبة الهدف نفسه ممكن أنا أقول للطالب اكتب كلمة من ثلاثة أحرف، لما أقول كلمة ذكي، كلمة ذكي كثير متكررة أمامه، ربما يجدها في مثلا في وسائل التواصل الاجتماعي إذا كان من نوع أنه يقرأ مثلا تغريدات معينة حتى ولو كانت يعني ضعيفة قراءته، أو ممكن أنه يقرأها في الكتاب، أو ممكن يقرأها في قصة، لكن كلمة ذقن كلمة قليل أن تظهر له، فربما هذه من ثلاثة أحرف وهذه من ثلاثة أحرف، لكن يكون صعبة جدا أنك أكتب ذقن، لكن يكتب ذكي، ابدأ مرنة والانتقال من الكلمات المألوفة إلى غير المألوفة، ومن الكلمات الأكثر تكرارا إلى الأقل تكرارا. طبعا إذا وجدت أني أنا فعلا الطالب مثلا في الكلمات ثلاثة أحرف أو الأربعة أحرف وجدت أنه فعلا لم يستطيع الإدراك، ما قدر يمسك المهارة، استخدمت جميع الحلول، ارجع للهدف السابق فورا، ارجع له فورا وابدأ دربه مضبوط عليه ثلاثة أحرف أو حرفين، ولا تنتقل إلا مع إتقان شديد، ويكون الطالب فعلا عمم المهارة، لأن بيكون الهدف الحالي اللي عندك بيكون أسهل بأنك توصل له.